إنها سرعة الضوء 299 و 656. الله ماذا قال؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. قمر يدور حول الأرض، أخذنا مركزه ومركز الأرض وصلنا بينهما بخط، هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. ضرب 2 القطر، ضرب البي 3.14 المحيط، وأنت ابنك الصغير بآلة حاسبة خلال دقيقة بيحسب لك كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في الشهر. طبعاً أخذنا نصف القطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، ضرب 2 القطر، ضرب 3.14 هذا المحيط. هلأ ضرب السنة 365، ضرب 1000 سنة. لو قسمنا الرقم الكبير جداً، يعني كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام، رقم كبير جداً، لو قسمنا على 1000، لو قسمنا المسافة على الزمن الناتج السرعة، يطلع السرعة بالسنة على 365، تطلع السرعة باليوم على 24 بالساعة على 60 بالدقيقة على 60 بالثانية. إنها سرعة الضوء 299 و 656. الله ماذا قال؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. فسرعة الضوء اشتقت من هذه العملية المعقدة. إذن حتى بالقرآن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.